بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نبدي المحاضرة الثالثة ضمن دورة تدريب على برنامج ستارت برو، ونكمل وين ما انتهينا. حقيقة كنا نتكلم عن المكتبة وأخذنا أمثلة من المكتبة متنوعة، ووصلنا إلى يمكن مثال اللي توقفنا عنده اللي هو مثال القباب وشون نمثلها، ومن ثم من هذا المثال انطلقنا نتكلم عن ريجيد جوينت وشون تمثل ريجيد جوينت. وهذا بصراحة يعني نقطة أهم أبدي بيها من جديد، يعني خلينا نقول أبدي بيها هذه المحاضرة، لأن هي مهمة جدا. إنه إحنا كل نود بالبرنامج هي تمثل ربط ريجيد بين الممبرز المربوطة بها، فمن تكون النود مشتركة بين السلاب والبيم معناها كون إحنا بالحياة يعني بالمشروع الحقيقي السلاب والبيم مربوطين as a rigid joint أو monolithic construction. هاي العبارة موجودة بالـ ACI كود. وهكذا بالنسبة إلى ربط الأساس بالعمود أو ربط مثلا سقف مثل ما شفت بالقبة أو أي يعني structure members structure member آخر. أوكي، نجي إلى بعدنا بالمكتبة بالأسطح إلى هذا حق السطح اللي هو cooling tower، أبراج التبريد في المفاعلات النووية، يمكن هذا الجزء يمر علينا. ثم نجي إلى أيضا سطح هذا اللي هو اسمه هايبربوليك بارابولايد، اللي هو شكل سرج الحصان اللي هو يكون مقعر من جهة ومحدب من جهة أخرى. وهذا همتين يعني بصراحة كان بالأعمال المعمارية موجود بكثرة، شوية أقل اللي هو هذا الشكل. شلون يطلع؟ يعني تلزم ورقة من الجهات هذه ثم ترفع جهة من الجهات وتثبت البقية ثلاث نقاط فيطلع هذا الشكل اللي هو هايبربوليك بارابولويد. يعني إذا واحد يمر عليه ممكن أن يكون جاهز هذا السطح. انتهينا الآن من الفرع الخاص بالسيرفيس أو بليت موديلز، ونجي إلى السوليد موديلز اللي هو قلنا السوليد إليمنت هو بلوكة. يعني البلوكة هاي اللي تشوفون هاي عبارة عن مثل مكعب كله بلوكات يعني مصفطة واحدة فوق الأخرى. يعني بصراحة يعني البلوك أو السوليد إليمنت يعني أنا مستعملة مرة واحدة وبعدين شفت يعني نتائج ماذا اقتنعت بيها وتركته. يعني solid element ما متعامل وياه يعني نهائيا، لأنه إحنا مثل ما تشوفون الأبنية مالتنا التقليدية هي تقريبا يعني تعتمد بشكل رئيسي على two elements، member element والplate element، لأنه أبنيتنا هي سلاب وبيم وكولوم وكذا بهالشكل هذا يعني التقليدي. زين، عندنا composite model اللي هو عفواً composite اسمه هذا كومبوزيت موديل اي، بس هو سايلو مال الشكل مال السايلو يعني اي بالضبط بالشكل هذا مال حنطه مال سمنت الى اخره، بس مو مدور مستطيل مثل ما قلنا. هسه نجي الى اهم فرع بالمكتبه هذا. اهم ليش اقول اهم فرع؟ لانه انا قبل شويه بالمحاضره اللي راحت ذكرت انه كان عندنا حلم احنا اللي نستعمل ستاد برو ان يجي اليوم اللي نشهد به انه تجيب ملف من الاوتوكاد وين تودي لستاد برو. زين، هنا راح نشوف هنا اكو عندنا سكان دي اكس اف، يعني يجيب ملف من الاوتوكاد بس الاكستنشن مالته دي اكس اف، بس هنتعلمها ان شاء الله يعني مو دي دبليو جي. فنروح على ملف ان شاء الله نتعلمها ونسويها لاحقا، انه نجيب الملف مع الاوتوكاد نخزنه سيفاس دي اكس اف بالضبط ونجيبه لهنا، وان شاء الله تكون يعني واحده من المحاضرات المهمه على الموضوع. او لا لا لا، انت مو ملف اوتوكاد عندك؟ نعم. يعني وين كان راح تمر عنه لاحقا، بس خلي يسه بسرعه امتداد. شوف هسه الان هذا ملف اوتوكاد، اروح اقول له سيفاس، راح يسألني شنو الامتداد. اجي من ذني اختار اكو دي دبليو جي واكو دي اكس اف، يمكن انها صغيره ما تبين عندك بس هي ان شاء الله تطلع لك بالتسجيل. اوكي، فهذا ان شاء الله راح ناخذه بالتفصيل يعني في وقته، انا بس اشير اشاره شنو فائدته هذا الان بالمكتبه. واكو شيء ثاني انه هذا انه تجيب ملف ستاد برو، يعني انت عندك هسه ملف ستاد برو تجيب ملف ستاد برو. صح، تقول هذا شنو؟ نعدل او هسه قبل شويه ذكر محمد قال احنا نسوي تو بروجكتس، يعني ساعتها من القبه من شفتوها انا ما سويتها بالملف هذا راسا، يعني المجهن لا سويت ملف عفوا المجهن ملف واحده اسوي قبه واجيب هذا الملف الثاني اللي هو قبه عباره اجيب تجميع بالضبط، لانه مرات اكو يعني اشكال مختلفه صعب تسويها بملف واحد. فمن السهل البنايه مالتك تجزئها اجزاء وكل جزء تسوي وحده بعدين شو تسوي؟ تركبها. فاهم انه ممكن تجيب هذه وان شاء الله نحاول نتعلم عليها.
آخر شيء الحقيقة اللي هذا أيضا ما مستعمله اللي هي الأبراج مال الاتصالات يعني خلينا نقول سبيس ستراكشر حتى يعني طريقة العرض هم مالتين بالضبط أو ملاعب هاي مثلا المثقفات اللي هي 3D سواء أكفى الطريقة يعرض الرسم مرة ما أعرف لأنه يعني ما مشتغل به يعني آسف ما أعرف شلون الأسلوب يعني خلاص تركه ما دام ما مشتغل به خلاص تركه زين هذه إذا المكتبة أوكي أني هذا الاستعراض مع المكتبة من سويته أنا أريد أبدي من البروبلم خو ما ناسيها هذه وين البروبلم مالتي خلاص أروح لها أني أصلاً بديت بهاي البروبلم أو بروجكت سوري بروجكت أحسن حتى نقول نعوذ بالله من البروبلمز زين فهذا بروجكت أنا أريد هذا أمثله بستعرضه زين فبالمكتبة منين وين أروح لا مكتب مكتبة روح إلى فريم فرع إلى فريم خلينا نقول من المكتبة أوكي خلينا نحفظه 6 × 6 × 4 جيد بدون زحمة عليكم الآن نروح إلى المكتبة هي المكتبة فريم موديل بي فريم دبل كليك هس لينث إيش قد 6 هايت إيش قد 4 width إيش قد 6 زين number of bays along length واحد هذني كلهن واحد ليش لأنه إحنا أخذنا كله span واحد طابق واحد كله واحد إذا هذا هو الستركشر مالتنا وهذا المنظور مالت البرسبكتيف احنا شنو سلطان احنا ايش قلنا احنا حنتعلم شلون نسوي ملف صغير لبناء كل سنه وراها المحاضرات اللي بعدها راح ابدي مثلا شلون نسوي طوابق متعدده ومختلفه شلون نسوي كوبي شلون نسوي مسح شلون كذا راح ادربكم على اشياء شويه تقويكم بال خلينا نقول بالقضيه الرئيسيه احنا نسوي اشكال وبعدين نسوي لهم جواب طبعا اذا شكل جاهز شفت احنا الشكل بالمكتبه جاهز اخذنا مثال اسهل ما يكون غرفة واحدة طابق واحد أسهل منها بعد هذا معكم زين الآن جاهز بالمكتبة روح أخذ بلا تعديل بس طبعا راح تجينا أمثلة لازم نسوي تعديل راح نتعلم عليها إن شاء الله أوكي أي. أي. هو هذا التعديل اللي أنا أقوله هذا لا حتى هذا راح أحكي عليه شلون يعني بصراحة شلون مثلا نضيف شلون نحذف شلون نوسع كذا نحرك هذا كله راح أحكي عليه أوكي بس شنو الان خلينا نعتبر ان الجيومتري ما يحتاج الى تعديل هذا شنو اسمه هسه قلنا جيومتري اللي هو 6 × 6 × 4 الان خلينا نفترض اسمحوا لي هذه المحاضره نفترض ان البنايه احنا وي ار لكي مواثق بالجوجل كتب لك فيلينج لكي ما اكره لكي ولا فد مره صارت زين احنا وي ار لكي انه نفس البنايه مالتنا هي موجوده بالمكتبه نفسها شلون ننقلها للبرنامج الان هي بالمكتبه انا وين اريد اوديها اريد اوديها البرنامج هنا سوري زين فايل اروح الى فايل اختار ميرج ميرج يعني معناها يلصق ميرج موديل ميرج موديل وستاد برو موديل كليك سؤال احنا قلنا كل نافذه سؤال شو يقول ها يقول لك خاف هذا صاحبنا دايخ جت ايده على شو اسمه دا يضرب ابنه مثلا ما عاد ضرب للابناء لكن لو فرضا هذا اجت يس عن بعدها يسالنا سؤال اخر هذا سؤال مهم شنو يقول الان راح اوديه الاستاذ برو اوكي شنو ابراهيم عندك مشكله؟ ما تابعتك او اسف خليني اكمل هسه ونرجع ان شاء الله نعدل وياك وين تريد يكون الاوريجن مالتك يعني هذا الملف جاي من المكتبه وين في تخليه فانا لي بالضبط انا ساني بالنسبه لي بالملف الاصلي شنو عندي كل شيء ما عندي فانا خلي صفر 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 ما عندي مشكله اوكي زين فرضا بس خلي هاي اسمحوا لي وين كان هي نقدر نتوسع بعدين بس هاي شويه لانه وين تخليه ابدا اعلق عليها فرضا خليناه بعدين قلنا ها هذا بعد قال طابق ثاني صار ابو البنايه قال ضيف لنا طابق ثاني فنروح للمكتبه نجيب واحد نلزقه فوق هذا خلينا نتعلم شلون
خلينا نشوف، خلينا سلطان هسه خلينا نشوف ستيب باي ستيب. اول شيء شوف، هنا راح تواجهنا قضيه شلون ندخل للمكتبه واحنا بنص البرنامج. ترى قبل شويه منين طبينا للمكتبه؟ من البدايه. احنا قلنا نبدا اول خطوه هسه الان جيومتري، هسه احنا بنص البرنامج بنطب للمكتبه. اخر شيء ران ستراكشر ويزارد اللي هي اللايبرري بين قوسين، رجعنا للمكتبة سوونا طابق جديد 6 في 6 في 4 بالتاب. طبعا من العملية تصير سريعة. اي ابو ابراهيم بلا زحمة، دبل كليك على هاي باي فريم باي الاولى، دبل كليك عليها جيد. بس ندخل ارقام 6 في 6 هذا الان بالملف الاصلي خمناسين اكو، هذا اكو واحد اسمحوا لي شويه شوفوا هذا جوارا وهذا موجود. هسه انا بدي اخلي هذا فوق ذاك، هي هاي الفكره مالتي. ميرج فايل يس فايل، بعدين ميرج نجي. انت متاكد؟ يس متاكد. هنا الاختلاف، لا 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 احنا ما نريد نقرا اي رقم. شباب المحترف لازم اي رقم ما يحفظ واي رقم ما يدخل، يعني قصدي كشيء بالشكل، يعني يجي بس بالماوس وبالجرافيكس. محمد طب طالع موقع النوت؟ لا لا هاي مكتوب ريفرنس. هو طبعا اكو اوبشن تخلي هناك احداثيات، بس احنا قلنا محترف يمشي بس بالماوس. حلو. ريفرنس بوينت نختار شنو؟ تضل لي هذه. لا لا حسب كل ما نضل بعض شو حيصير. ريفرنس بوينت فتحت نافذة جديدة. جوا اخر شيء. اوكي. هو شو مسوي؟ هاي ملونها بالازرق. انا اريد هاي مثلا. كيف تقدر تخلي؟ بس شنو انتبهوا؟ هاي النقطة من تظللها كون هي نفسها المكان اللي تلزق به، يعني هسه هذه الان بالصورة هي وين مكانها هنا؟ هناك وين تصير. فتكون شنو؟ تحفظ هذا المكان وين راح يصير هذا المكان. هي هاي الفكرة. يعني انا راح اسويها بس ما عيد العمليه. لا صح انا طلعت هنا بالريفرنس. هاي اشعه طابق جديد لو اللي اصلا موجود. هذا الجديد، هذا الثاني بالضبط. وين راح نلزقه؟ غير فوق ذاك. أيوة. تمام. شوف لهذا هسه سؤال، اقدر اختار هاي ريفرنس بوينت؟ لا صار الواحد دمج ويا الثاني. انا اريد واحد فوق الثاني، يعني اريد واحد طابق فوق طابق. اوكي اذا واحده من الاربعه الديفولت كانت هاي، راح اخليها نفسها وراح اقول له اوكي راح اشوف وش يصير. اوكي باول شكل الكيرسر تغير صار بيه شنو اتشي طوبتين، واحده منها كان نوت فوق نوت. الثاني سهوا نسيت مدري ايش قلت هنا، قال لي دوبليكيت نوت. اوكي اجنور. هو هذا اللي اريده؟ لا طابق طاير بالهواء طابق. اذا معناها شنو؟ ما زقت بالمكان المناسب. شو اسوي؟ شوف انا ما قلت من اخطا. شو اسوي؟ عندك اندو، ترى عندك اندو عين حالك حال باقي. فهذه الاندو خاف من اندلها بالكتاب مكتوب هنا اندو. هذه اندو، اندو يعني هم ريدو، اندو ريدو هم تشتغل اكيد. ما ادري والله انا هاي انت اعرف مني بصراحه. راح كل شيء كم اندو نزل؟ اثنين ريدو بصفها. شوفوا من سويت عنده بعد الكيرسر، يعني بعد المهيئ يلزق لي فاختار هاي النقطة وقول له اوكي.
دوبليكيت نوت. والكيف صار شبيه قاعد تلاحظوه؟ بعده والله لا خوش الوقت زين. بس كله شنو قاعد تلاحظون؟ الرفرنس بوينت الاصليه دا الزقها بالمكان هو واحد حطيتها كلهم. بس حتبين لكم احنا قلنا نتوسع ان شاء الله بعدين، بس هنا نرتبين لكم شنو معنى الرفرنس بوينت وشنو معنى تلزق. يعني اخذنا حاله جبنا ملف وما عندنا شيء بالبدايه فلزقنا صفر صفر رسم، لكن لو عندك شيء في تلزقه فمهم جدا. مثلا ارتيد تخلي القبه تلزقها ويا هاي فوق البنايه هم نفس الشيء، هم راح تجيب ملف مع القبه تساعد برو ثاني ورفرنس بوينت بي. وهنا شويه بصراحه شويه قضيه مزعجه، خصوصا من يكون دائره ويا مستطيل، لانه مو مثل الناس سهل كل شيء حكم. اي هناك ابي اشياء فنيه ان شاء الله اعلمكم عليها. لما يكون توسع المبنى مثلا المبنى مصمم يطلع على مثلا احسنت بالشكل هذا. زين عشان شنو ما نخلص منها؟ سكيب 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 راح بقطع بق واحد مثل ما اريده. انت اريد على كيفك ويانا خاف تجي على الميز يعني انت كنت ناوي عندك اي ابو هاشم تفضل. الماوس مالتك هنا لو تغير لان لون حتى نقدر نكابره شلون شلون ما اعرف لان هذا ابيض وين راح الماوس صحيح حيساعدني بشباب وين اغير الماوس شباب يعني لونه خلص اصفر لو احمر هو حل شغال يعني ضد البرنامج على استاذ البرنامج مالت الضبط كنت هذا كنترول بانل. اوكي اسمحوا لي بس اوقف التسجيل حتى نخلص هاي العمليه بوز. نعم اذا الان نكمل حق المحاضره، صار الان يمكن اوضح الرسم بالنسبه لكم. زين هسه هاي الان الخطوه شنو اسمها؟ كملت الجيومتري. احنا قبل شويه يعني قلت لكم اهم شيء الجيومتري والشكل، وحتى الفلوس اللي ناخذها على التصميم لها علاقه بالشكل. شو القضيه؟ كل السهله طبعا لان احنا اخذنا اسهل الاشياء اللي يعني نادره. شباب نستمر؟ اوكي زين. هسه نجي الحقيقه اذن ندخل باقي المعلومات. انا بصراحه يعجبني طبعا اكو ممكن نروح للمنيو بار، ممكن هاي الايقونات، ممكن كذا، بس اقول ماك مثلا واحد يجوز ينسى شغله او يعبر عنده مشاكل، احسن طريقه يمشي على فد شيء متسلسل. بصراحه يعجبني هاي الجهه استعملها دائما، واعتقد انتم هماتين يصير عندكم يعني يصير خبره راح تشوفون انه هاي الجهه متسلسله. اول شيء سيت اب، جيومتري، جنرال، اناليسيس، برنت، ديزاين. نمشي واحده ورا الاخرى. انا بس حتى الشباب ويانا استاذ اكرم يعني معناته يكون تركيزكم، احنا نريد نستمر. تبدون نسوي تريننج نتوقف؟ لا اي يعني صح احنا شويه وقت المحاضره حتى ان الفيلم هو موجود تروحون بالبيت تسوون. نعم تفضل استاذ. نعم انا حاضر. اوكي زين هسه احنا شوفوا اول هاي انا تحكي سخه العيد هاي هذا شوفوا سيت اب راح اقراهم جيومتري جنرال اناليسيس برنت ديزاين. بصراحه هذه مراحل العمل بالبرنامج. اول شيء هو الجوب. سيت اب يعني شنو؟ جوب job information. هاي تذكرون قبل شوية حكينا قلنا اسم المصمم شوفنا اسم الكلاينت رب العمل المشروع شنو التواريخ ديزاينر منو تشيكر منو ابروفد منو. يعني شو مرة بحد الدورات سألت تفهمها ديزاينر مصمم تشيكر مدقق طول يكون على الخير ابروفد منو هذا من هو هذا؟ صاحب العمل ولا وقع؟ لا 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 هو أنا بصراحة أبين حتى شنو إحنا مع أسف هاي مهملة الأشياء لهذا شوف مصير مشكلة كلها يعني ماكو تتنصل لأنه ماكو شيء يلزم الأمور بشكل قانوني. من نقول إحنا تصميم إذا إحنا عندنا فريق للتصميم، الفريق مال التصميم يعمل ضمن مؤسسة مال التصميم يعني مو أشخاص مو أفراد مو تمام؟ أكو مؤسسة عندها لوجو ولا كذا بشكل زين. ف
احنا مثلا مشينا بوزاره الاسكان قبل يعني كان اسمها مركز الادريسي ومركز متخصص بالتصميم ابروفد ورئيس الانشائيين رئيس القسم مع الانشائيين هيك عندنا مثلا قسم مع المعماريين قسم مع الانشائيين قسم مع مثلا الخدمات الصحيه قسم خدمات كهربائيه كذا فدائما ابروف من يوقع ويانا المصمم يوقع صف المدخل يوقع والابروفد هو منه هو رئيس القسم مع هذا الاختصاص لهذا قد يكون مدير المكتب او قد يكون له اقسام مقسم يكون رئيس القسم هذه مجرد شيء يعني ملاحظه باعتبار احنا نتمنى ان يجي يوم نشهد به العمل الهندسي وفق اصوله وادبياته المتعارف عليها اوكي اذا استحنا سؤال جوب انفورميشن مكتبة اسمي شنو تاثير هذا فقط على النتائج على العزوم والقوى القصر ما له علاقة تمام فليس له تأثير لهذا بصراحة هنا خلينا نقول أكو نوعين المعلومات راح ندخلها للبرنامج معلومات optional ومعلومات required لازم تدخل للبرنامج optional أنت بكيف تخليها ما تخليها لكن هي ليس لها علاقة يعني الران ما راح يوقف شو راح نعرف بعدين راح نسوي ران جزء يعني راح نخطأ نتعمد نخطأ أو بعضكم راح يخطأ نستفيد من خطأ إنه نشوف ران يوقف معناها اكو مشكلة ما سويناها ما لا الران يكمل معنا هاي شي سويناه ما سويناه مثل هذه الآن نجي وراء ننزل وين جيومتري جيومتري الآن ما نحتاجه ليش خلصنا الجيومتري لأنه عجبنا المكتبة شي جاهز واستعملناه أوكي لهذا شوفوا الجيومتري شنو بي تضيف بيم تضيف بليت تضيف كذا راح نتعلم عليه بس لاحقا جنرال فعن قاعد تلاحظون أنا كل ما أفوت هنا بفد مكان قاعد تنفتح فروع شوفوا مثلا جيومتر فتت طلع بيم سلاب مشو إلى آخره بس هذا الأولان ستاب بي بس جو بس الثاني بي 3 4 5 6 كوم بي جنرال بي 4 5 وهكذا كل واحد بي معناها احنا كل واحد هم مثل ما قلنا راح نطب بالفروع مالته بعضها اوبشنال وبعضها ريكوايرد لا تنسون هذه اوكي نجي هسه جنرال جنرال شنو بي بروبرتي سبيسيفيكيشنز سبورت لود ماتيريال طبعا هذا هو اهم شيء بالجنرال لان بصراحه اللي وراء اناليسز هو امر واحد حلل راح نقول اناليس انالايز ذات واللي وراء ديزاين احنا الان ديزاين مو ضمن خلينا نقول سكوب مالتنا فاحنا راح يصير كل حكينا وين بالجنرال شنو بي جنرال خلينا نجيبين واحده واحده بالمناسبه كل شيء اسوي عليه كليك اتباعون هنا على هالجن شوفوا سويت كليك كل شيء الى نافذه هنا أنا قاعد تتغير يعني ارجو ان دائما يعني حق بالدورات اقول ارجو انه ما اكون سريع ما ادري في سريع بس سمينا نسجل بالافلام صار ما يهتمون المشتركين بالسرعه هالقد فيدرون شنو كله موجود ريكوردد موجود بالتسجيل اوكي واحنا طبعا يعني ليست السرعه هدف لكنهم بصراحه كل ما نمشي اسرع كل ما اعطيكم معلومات اكثر بهاي العشر محاضرات او العشرة ايام زين البروبرتي شنو يعني البرنامج ببروبرتي احنا قلنا يسالنا اسئله الان شنو معنى البروبرتي البروبرتي يعني من احكي بالهندسه بشكل عام من اقول شنو هي البروبرتي صح نفهم اف برايم سي قوه انضغاط الكونكريت معامل المرونه كذا مع الاسف هنا هي مو هاي البروبرتي ارجو ان ما يصير خلط كان اكو مصطلحات ترى مع البرنامج اكو مصطلحات مع الهندسه خلينا نقول بروبرتيز مع الهندسه هي بروبرتيز اوف ماتيريالز اوكي شكل تحمل ماتيريال الى اخره بس هير ات از ذا انذر ثينج ات از ذا دايمنشنز اوف كروس سكشن باعنا الدايمنشن خلي جنب باوعه على النافذه هاي النافذه مالتها احنا قلنا يعني في باور سنه 2000 صارت انا اجيب هاي النافذه هنا احركها كان قبل كل شيء ثابت لا براحتك هاي سدها مالي هذا سدها شبه شبه كل مشكله ماكو زين هسه النافذه هاي اللي عندي شنو بيها احنا قلنا الان بروبرتي يعني مثلا من قلت ممبر بيم ايش قد في ايش قد البيم من قلت كولوم ايش قد في هذا الكوايرد لازم ابعاد الكولوم من قلت سلاب ايش قد سمك السلاب انا لازم اعرف هاي الاشياء هسه واحد راح يحتاج علي ماده الماتيريال بعد الجويه هنا واحد راح يجي يقول لي شلون احنا ندخل ابعاد البيم وهي اصلا هي الاوتبوت مال التصميم
وصل بالتصميم شو حنطلع شقد عندنا ابعاد بيه. يعني طبعا دارس كونكريت يعني اسمحوا لي الشباب هاي يعرفها انه احنا صحيح الاوتبوت مال التصميم هي الابعاد زائدا حديد التسليح شقد بطن كل مقطع، لكنه هنا مجاهيل كثيره فكن نفرض قسم وندور على قسم تقريبا بالشكل. فلهذا اكون اقول الان نوعين راح نشتغل، نوع الغالب والنوع الاقل. انه اني مرات والاكثريه هي هاي اجي افرض ابعاد وادور علينا على الحديد، مرات لا اجي اقول لازم حديد اخلي هالقد وادور علينا على خلينا نحكي براكتيكلي هاي وين تصير باعتبار لو احنا هسه نشتغل مثلا في تصميم، يعني مو جاهز تصميم جاهز، لا احنا الان بدنا نصمم، فبما نتحكم ياهو الاسهل نتحكم بالحديد نغير الحديد لو نغير الابعاد؟ الابعاد اسهل. ليش؟ لأن مثلاً حيطان ثابت ما نريد تشر يطلع خارج الحائط، هاي واحدة من يعني هاي عكس المعنى أبو إبراهيم، يعني تقول أبعاد أسهل نغيرها. إذا عندي حيطان مثلاً فالحيطان إيش تحكم لي؟ تحكم الأبعاد، إذا الأبعاد مو سهل أغيرها. إيه. يعني قصدي هذا الكلام معناه شنو؟ الأبعاد مو سهل، وفعلاً الأبعاد من ما أقول هي مستحيلة، لكن شنو من غير الأبعاد لازم أروح ويا غيري أتناقش، بس من غير الحديد ما حد، يعني أنا أصلا هو الوحيد المسؤول عن كمية الحديد في داخل المقطع هو أني، راح أخلي حديد وما حد راح يقول هذا الحديد زايد ناقص أو كذا شغلتي، لكن أني أقول راح أخلي البيم مثل ما قال إبراهيم السن عرضه 50 سنتيم، راح يجي مثلا المعماري يقول سمت هذا قدامنا الان بالبنايه، هذا مثلا بيم طالع منين؟ من الحائط. يجي المعماري يقول لا انا ما اريد هذا الركن، او انا بعد كارثه طالع نص ونص ما ادري ايش. يعني بصراحه المعماريين تجربتنا احنا وياهم دائما يميلون للمسح، معنى يعني شباب كلمه مسح يعني شنو؟ وان سيرفيس وان، يعني ما تعرف عمود بيم ما ادري شنو كله سيرفيس واحد. ليش؟ لان المعمار ايش يريد؟ ابعاد صافيه فضاء. هو ما له علاقه ببطن الحائط شكو ببطن البيم شكو ببطن الكولوم شكو، لكن يريد فضاء صافي. هاي الطبه والطلعه هي ازعج الاشياء من ناحيه معماريه. ليش؟ هم يعني مثل ما يقولون مثلا منظرها تلم وسخ شجع الكراك ما ادري ايش كذا، يعني هي نيجاتيف بوينت دائما. افضل شيء شنو؟ المسح. اذا انا من اقول 50 سنتيم ابعاد الحائط ما ادري شلون شيء، اقول شو خلينا على الشيطان خليه 25 سنتيم وازود الحديد. ازود الحديد ما طبعا انا انتظر اسئله بهالمناسبه. بس طبعا في حاله احنا هسه اذا نرجع للاي سي اي وقت وقت المسافه السبيسنج بين حديد وحديد لازم يكون هالقد. اذا انا بقيت تمام بالضبط طلع حديد كوما هذا نفس الشيء، يعني حديد تسليح انا راح اصل النتيجه بعد حتى الحصوة ما تلقى احسنت طبعا هذا هم يعني خلينا نقول ملاحظه نعم في هذا دائما دائما بصراحه نقول بالهندسه مو لا لا مو استراز صفات، يعني احنا عندنا ماكسيمم مينيمم وبالنص يصير حوله اوبتيمم. احنا عندنا نقول تراثنا خير الامور الوسط الامه الوسط الكذا، خلينا نحكي هندسه همك شنو؟ وسط. ترى بالهندسه يعني احنا دائما مثلا اعطيكم مثال ومنفذين يعرفوا، في يوم احد المشاريع انا مشرف عليها بكربلاء مع المحطات مع المجاري وكذا مع المضخات، قالوا بشرك خير ايش صاير؟ قالوا هم زين خطانا في الخطا تفرح بيه اكيد، قلت لهم شنو؟ قالوا الكفر مال التسليح غلطنا صار 10 سنتيم، انت كاتب مخطط 4 سنتيم، فيعني حمايه الحديد وفرنا راح تنام رغد الحديد ما يزنجر بعد مئات الاف. ليش؟ هم نظروا بعين واحده. لان شو صوروا؟ صوروا هذا المكتوب كفر بالاي سي اي كود هو مينيمم كفر. يس ات از مينيمم كفر تو بروتكت رينفورسمنت، بس ات از نوت جود فور كراك كنترول. كل ما الكفر يزداد كل ما عرض الكراك يزداد. فباعوا فقره وما باعوا غمضوا عن شنو؟ عن فقره ثانيه. هي هذه المشكله. لهذا كل ترى شغلنا بالهندسه دائما شنو؟ هو الوسط الاوبتيمم، لا ماكسيمم ولا
مينيموم. فلهذا تعليق يعني كثير امور اخرى ابراهيم. نعم بالضبط افكتيف ديبث والليبر ارم احسن زين. انا لهذا بصراحه احنا ما نقول دائما نزود الحديد طبعا اكو ايضا ليمن سكر. فلهذا حصلنا بالنتيجه احنا ايش راح نخلي نسبه حديد تسليح ملائمه للتنفيذ وفي نفس الوقت. لكن انا ما اريد افوت بهذا الديتيل لان هذا قاعد نحكي الان فتنا في صلب التصميم. بل وراء التصميم اكو عمليه شو يسموها ديتيلينج. بعد فتنا بالديتيلينج هماتين. فلهذا اعذرني خلينا نرجع لورا. نرجع لمنطقه أولى وهي إحنا نريد نطب للبرنامج ونريد نحكم نفسنا الآن هل الأبعاد أو الحديد. البرنامج ما به هيك خيارات. ليش؟ البرنامج الآن ما راح يشتغل إذا ما تعطيه شنو أبعاد. واحد سيقول ليش هيك البرنامج أنا عقله بهالشكل متحجر. الجواب لأنه هو راح أكو من ضمن البارامترز يحسب عزم القصور الذاتي معادلة مومنت أوف إنيرشيا. ونتائج التحليل تطلع منين؟ من مومنت اوف انيرشيا. بي اتش تكيب على 12 مدري ايش قد. فهو يحتاج بي و اتش حتى يحلل لان هاي ستراكشرز كلها هي انديترمنت. ما ندخلكم بالثيوري اكثر زين. فلهذا يحتاج انه كونديشنز اخرى الى اخره زين. فهذه هسه الان لازم ندخل ابعاد. فاذا احنا زين كمصممين شلون؟ هسه نرجع نربط ويا الران تايم. تتذكرون من قلنا الران تايم ترى احنا ما راح نجي نسوي اول دايمنشنز اختارها تطلع هي بيرفكت وكذا. راح اضطر اعدل واعدل زين. بما نبدي ماكو ديفولت. شوفوا هنا راح ديفاين الان الثاني اشكال مختلفه. منبر مدور، منبر مستطيل او مربع، منبر شكل حرف تي، منبر ترابيزويدر. بس كلها صفارة ما عندها ارقام زين. يعني شنو امامي؟ كون أنا أختار رقم كأبعاد يناسب هذا البيم لسبان ما تشقد 6 أمتار. شكل المنبر كروس سكشن مالت المنبر. أوكي أنا بعدنا ما رجعنا على البروبلم مالتنا. إذا البروبلم مالتنا معناه هذا الرسم اللي رسمته هذا الآن معناه ناقص. مش يحتاج شنو؟ يحتاج أجي أخذ سكشن هنا حتى أشوف شنو هذا المنبر شلون شكله. صح لو مو صح؟ زين بس مش قد بي مش قد اتش. وهنا السؤال. فلهذا قلت نسب البرنامج بكثر اكو ديفولت يساعدنا. هذا ريكتانجولر لا اكو ارتفاع ولا اكو عرض صفاره. معناها هاي القضيه علينا عليك. هنا البرنامج يرفع الرايه البيضاء كل ما له علاقه. انت تختار عرض وارتفاع زين. إيه أنت المسؤول. فش نسوي؟ نعتبر الحديد مال يعني نشتغل أبعاده. لا ما يعني مو هالشديد يا رب. استيميتد شلون؟ يعني قبل شوية قلت شيء بالبداية مال المحاضرة اللي راحت. الإسبان أو كمصطلح شوية أوسع. رول أوف ثام. مو حتى نربط الأحداث. قصة اللي عم نحكيها. رول اوف ثم. اذا انا ايش احتاج انا؟ رول اوف ثم. لانه انا صحيح انا يعني بيجنر مثلا اول مره اصمم بحياتي. اذا اختار مثلا مترين ابعاد البي ما اعرف. او اذا اخذ 20 سنتيم البي ما ادري. هو هذا اللي قال عليه ابو هاشم في اول يوم الحس الهندسي. هذا كلش مهم الحس الهندسي. بس الحس الهندسي ما يطلع واحد يعني هيك راسا هو من بالولاده واحد الحس الهندسي. احسن من التجربه. يبديه كل يوم بعدين راح شويه شويه يقوم يتعود. هل قد فضاء هل قد مدري شنو زين. اذا واحد شلون يريد يبدي وما حد يساعده جزيره بروبنسون كروزو وقاعد بجزيره واحده فهنا يحتاج رول اوف ثام. واضح؟ فبصراحه اكو مثلا يعني قسم من الكتب قسم يعني من التجربه مثلا 20 سبان العمود مثلا ارتفاعه مثلا 10 الارتفاع وهكذا يعني 0.1 من السبان مناسب جدا. انا اعتمد على هذه. نعم يعني البارحه جابوا لي مخطط مال الفندق. نعم ومصمم احد المصممين هنا مسوي العمود 40 سنتيم زين. وقالوا هذا جاي يطوخ عندنا بالسرير جاي يتوخ فراغ زين. فلازم هو المصمم اساسا يعرف
الطابوق هو 24 سنتيم صحيح، لازم يحطوا بحدود 30-25 حتى يضيع ويا المسح. صح تمام. هاي هاي تحكمنا اشياء معماريه. انا هسه قاعد احكي شنو عن الاشياء الانشائيه تحكمنا. يعني شنو؟ يعني الان سبان 6 امتار ايش قد الدبث مال التلبيم؟ طبعا تعرفون انتم يعني اللي درسوا عماتين انه الدبث هو اهم من الوز، يعني هو ذراع العزم كذا. ايش قد الدبث مال التلبيم المناسب؟ فلهذا تضطر انت شنو؟ ترايل اند ايرور. بس الان قاعد اقول لكم 60 سنتيم يعتبر يعني هذا شنو؟ مترحي كبير، فممكن دائما انزل شوي 50 او مثلا 6 امتار 50 وهكذا. بس شنو تخلي في بالك انه 50 راح انت راح اكون زياده بالحديد. حتى اكمل الكلام قبل ما اطب هاي التفاصيل، قلنا اكو مسائل تفرض الابعاد وتدور عليها من على الحديد. اكو مسائل واحد كنا بالحصار وكنا بالاسكان كان كاتبين لوحه لا تخلون حديد اكثر من نص رو ماكسيموم. اتذكر حديد كان فتش يعني كلفه الحديد لباقي مكونات الكونكريت لا تقارن، جدا عاليه. والبقيه كلها موجوده حتى القالب حتى كذا. فخلونا ليميت انه نص. انا اتصور هذا عندنا بالحصار موجود، واذا القاه بالكتب موجود، انه المقطع الكونكريت المسلح الاقتصادي. شوف الاقتصادي هو اللي بحيث يكون الحديد اللي بيه هو ما بين رو ماكسيمم ورو مينيمم بالنص الوسطيه او رو بالانسيا مزمر. بس احنا نحكي بعد بالنص، يعني انت عندك سماحيه تروح للرو ماكسيمم، بس لا انت تخلي نفسك ماكسيمم سميه اقتصادي حتى يطلع المقطع شنو؟ متوازن ما بين كلفه الحديد وكلفه شنو؟ الكونكريت. يعني 0.85 رو بالانس مو تغير الكود يعني بصراحه صار غير شيء. فانا ايش بدي اقول لحشيه بشكل رموز ماكس لانه غير معادلات شوي تغير. كان 0.75 من رو بالانس. اوكي زين. فشنو الان ممكن تتحكم بالحديد وممكن تتحكم بالمقطع، بس كبرنامج احنا عم نحكي هسه كديزاينر، بس كبرنامج الان لازم الابعاد تنتهي. اوكي زين. خلينا نقول انا عندي بيمات. خلينا نرسم. احنا ساعدنا بروجكت لازم نفرض شيء. راح اجي افرض هذا اتش 0.5 متر، بي 0.25 ابراهيم زين يضيع ويا الحائط. اوكي زين. هذا مقطع البيم. اجي يلا صار اخضر ازرق مو مشكله. مقطع الكولوم، خلينا نقول الكولوم هو هذا حتى شوي ننوع. سيركل طابق واحد، يعني طابق واحد حتى 30 سنتيم 25 سنتيم شغاله. ف خلينا نقول هذا الان قطره. شنو المحددات مال العمود؟ العمود هو عدد الطوارق. عدد الطوارق نحافة كنحافة ارتفاع العمود. بس احنا خلينا نقول شورت كولوم نحكي، يعني انه بو ثلاث طوابق، عفوا طابق 3 امتار او 4 امتار. فاحنا نحكي عدد الطوابق، فكل ما عدد الطوابق يزداد. صار طابق 1.3 يبدي كل ما هذا يزداد. اكو معادلات وكذا شغلات زين. هسه اوكي ارد اعرف البرنامج اقول له هذا بالمناسبه، يعني هواي يسالون هذا السؤال ولازم احنا هم اتعرض له. يقولون انه خلينا نغير اللون، يقولون احنا ناخذ البيم هذا بس، لو ناخذ البيم هذا وياه، لو ناخذ البيم هذا وياه. ثلاث خيارات اكو. هسه اول واحد ساقط الخيار راسا. لا الخيار الثاني الاول. ليش الاول ساقط؟ الاول اللي بس هذا هاي راح كل شيء زين. لانه انت بصراحه حرامات تخسر هذا الجزء. حرامات يعني انت من تقول اخذ هذا البيت يعني شنو معناها؟ معناها راح تجيب الاتريه مالتك هيك هذا الاستيرب يعني او دي صغرت زين. قلنا مونوليثك لازم واحد طاب بالثاني، وين راح طاب بالثاني ولا؟ اذا هذا الخيار لا مو شغال. يا خيار الشغال انه اني اجيب الاتريه وهذه. اذا هاي زين. سؤال مهم الثالث شنو؟ ماذا عن الثالث؟ نفس الاول. لا يعني هذا بعد احسن، هذا يفيدنا ناخذ في سكشن الجواب. يعني هذا شوي يعتمد على لا لا شنو ابراهيم اسمح لي. طبعا احنا بنقول تي سكشن، يعني دارس كونكريت هاي الجزئيه تذكرها، تي سكشن يشتغل
في مكان يعني سمينا نقول بيم. البيم بيه بوزيتيف ونيجاتيف، وبالبوزيتيف يشتغل تي بس بالنيجاتيف ما يشتغل تي، يشتغل مستطيل. فانت تجي تصمم بالبوزيتيف يشتغل مقطع قدك شكل زين. برنامج شلون راح تعرفه؟ برنامج خط واحد بديت كان، شوف شلون لازم مقطع واحد تي تختار بين خيارين. اعتقد كنا تعلمنا بالكليه اذا عندك طريقين يمين ويسار تروح للطريق اللي في الجانب الامن in the safe side. رجاء يا مهندسي المستقبل من تتردد باي شيء دائما اختار شنو in the safe side. يا هذا دائما فكر شنو هو safe side حتى من تكون عندك احتمال لو هذا لو هذا تروح للسيف side. لا تخاطر ابدا. اوكي يمكن جماعي مهندسين الماضي خلينا نقول والحاضر يعيدون هذا الكلام. اذا يعني بما انه التي يتحمل اكثر من مستطيل والتي شغال في مكان ومو شغال في مكان، فعند السيف سايد شاخذ هذا زين. خلينا نجي على البرنامج. اوكي البرنامج اذا قلنا شنو نعرف الان؟ نعرف مقطع هذا ايش قد فيه ايش قد هسه. طبعا هو الرسم هو يعلمنا الواي هو الارتفاع بوينت 5 تاب العرض بوينت 25 مو 25. اوكي عرفنا الكتابه بس وين عرفناها هسه؟ عرفناها بال ها ماتيريال هسه. ها احسن ماتيريال شنو الديفولت موجوده واحنا شنو هذا قرايب مثل البرنامج. لا مو هسه احنا بس البي مستطيل كولوم ايش خط غير شكل بعد اصبح بعد ما كمل هسه ستيب باي ستيب. بس شو نسوي؟ نقول كليك اد. احسنت من سوينا اد صار النافذه بعدها مفتوحه بس المعلومه وين جتي؟ هنا. اوكي كلوز. خلينا نقول ممكن هسه نضيف معلومه اخرى بس خلينا حتى شويه ستيب باي ستيب. اي بعدين مو حتى نتعلم شويه شويه هسه تسد النافذه حتى نكمل البيم بعدين نروح على العمود نعيد العمليه من جديد حتى شويه تتذكرون. اوكي هسه الان شنو اللي صار؟ المعلومه موجوده بالنافذه بس ما موجوده هنا. يعني شنو الجواب؟ اكو عمليه مهمه راح اشرحها هي يعني المره الاولى والاخيره لانه يعني راح تكرر كل ما سياتي السلاب والكولوم والمدري منو والاساس والمدري شنو راح يتكرر الكلام اللي هي عمليه يسموها assignment. How to assign this information to a certain member. شلون تعين هاي المعلومه للممبر الفلاني؟ هسه الان هذا اللي قدامي بالشكل كلهم مستطيل؟ لا الجواب هذا اي هذا اي هذا اي هذا اي بس العواميد لا. معناها لازم هاي المعلومه بقى الان طرق الاساينمنت هنا اقروها مكتوب اساينمنت ميثود. اكو اساين تو سلكتد بيمز، اساين تو اديت ليست، يوز كيرسر تو اساين اللي هي كان ديفولت، اساين تو فيو. اوكي زين خلينا نبدا نجرب خلينا نشوف والله اساين تو فيو شنو. راح سوي تكليك على اساين حتى اللي نعمله هذا عافيه لازم بديت قبل نستعمل صراحه سريع. يلا اوكي انا اسويها راح انا اسويها متاكد لو لا شوف صارت للكل ما يخاف سوري محمد ستيب باي ستيب حتى كنا نعرف. اذا هذا تو فيو ما يفيدنا ليش؟ تو فيو يعني شكو منبر طالع بالشاشه راح تصير ابعاده 50 في 25 سنتي وهذا اللي انا ما اريده. اندو رحم الله والدي طلع على اندو زين. خلينا نروح لشنو اللخه يوز كيرسر تو اساين. اوكي يوز كيرسر تو اساين ها هسه انا عينت حقا ما صار شيء لكن اروح هسه الان اقول له يوز كيرسر تو اساين سوري اساين اول شيء ها بالضبط هالشيء حتى شكل الكيرسر يتغير شوفوا صار شيء المانه يعني سوري كان المفروض ان هذا سندوس هذه ثم اساين ونجي هنا أنا. بس هذا شنو كليك 1 باي 1 هاي زينه الطريقه عجبتكم طبعا لان البنايه ايش فيها تغيرونها طبعا لو بنايه كبيره هاي اتعس طريقه واحده واحده تجي ان شاء الله حدث اي هسه شوي شوي زين اوكي اذا هاي الطريقه خل ارجع عنده عندوها واحده واحده لانه انا اشتغلت واحده واحده اوكي
هاي اسمها شنو؟ يوز كسرتو اساين، عرفتوها؟ زين نجي للخة اساين تو سلكتد بيمز شنو يعني؟ ما مفعله ما مفعله هذا من تضغط على التحديد يدفع تضغط عليه ولا تدفع بالضبط يعني تختار اول شيء من تختار صار باللون الاحمر اوكي وجه اساين يس وحده هم نفس الشيء وحده وحده لا ثلاث اشهر لا صار الشكل كله صار لا تحدد كله مثل ذي بيوصل نروح بالماوس اي اساس محمد اوكي فشنو هذا المقصود به انه انت تحدد من خلال الويندو شوف لا مو هاي من يقدر يحدد لي من خلال ويندو بس البيمز بدون الكولومز له جائزه مغريه من حسب الامتحان لا بدون ما يفركس نفسه ويندو وحده لا سنه كل حد البيم بدون الكولومز مو بالكنترول ها لا انا رد بالويندو بالويندو اي طبعا وهذا الحل بس انا هنا ادوصلهم من هذا بدون عايز اقول لك مستحيل لك يسار لك يسار اي ثاني يمك لك يمين شو يصير؟ يطلع الخيارات اي لا انا شرط شوف شرط انا اريد ويندو سوي ويندو بحيث يصير اكتيفيشن يصير احمر معناها اكتيفيشن يصير اكتيفيشن للبيمز فقط ما ما لا انا اريد ويندو ما احنا مرت واحده واحده جيد هو هذا الحل شباب شكرا هذا هو الحل انه احنا ما دام اجهزه ما ترك ما نقدر نسوي هيك فش نسوي نروح نسوي منظور جانبي فالان خلينا نتعلم شلون نسوي ستراكشر منظور بقى. ارجو ان تباعون بلا زحمه عليكم هاي الصفرات ذني عقوانات الصفر اول واحده شنو هي عايز ما تركي فيه هو مكتوب عايز ما تركي فيه باع الثانيه شوفوا القاع صفره هذا منين ذا باع يعني بوتوم فوق صفحه منا اكس الزائد اكس الناقص هذه قاعد تشوفون هذا اللون الاصفر يعني هذا بصراحه من نقول هذا مثلا يعني هذا هنا راح يباوع منا من نقول وهكذا طبعا احنا ما يهمنا اي فرونت فيو الان هذا فرونت فيو شوف الويندو واروح هسه ايزومتريك مره ثانيه منا او منا نفس الشيء تحدد اذا اقدر احدد البيمز فقط بهاي الطريقه ان اخذ منظور جانبي سواء من الاكس من الزد من كذا ومن ثم اسوي ويندو ضيقه بالمناسبه شوفوا المنظور باع الويندو خلي اراكم حساسيه الويندو باع الويندو خو الكولوم برا مو كله طاب بالويندو ترى مو الا كل يعني فوق النص هو راح يصير عندكم شويه بس انا متاكد مثل ما صارت وياي وكل واحد يخبط واحد ما بين اوتوكاد اوتوكاد بصراحه لا يقارن هنا كلش مبتدئ السلكشن والسوالف كلش مبتدئ اوكي يمكن انا شامل تطوير البرامج هذا اوكي هساني باعوا انا بصراحه متعود هيك شيء ارجو انهم يعني هم يتعودون مثلي انت مو تسوي سلكشن رجع ايزومتريك ليكون طب منبر انت ما راجع طب هسه هذا سلكتد اساين بقى الطريقه الرابعه والاخيره نعم اكو الاخر انا عندي بنايه هيك يعني لنظر البيم باكثر من على مرفع زين مثلا 30 و 50 او 25 طبعا اي روح السلكت يعني انه سلكت تو اكس و تو اكس او سلكت على تمام انه انا اختار صح وقد سكشن هاي اشياء بصراحه انا ناوي بعدين قلنا مرحله ثانيه ابدي اسوي خلينا نقول الان هسه واحد يسوي له ملف صغير حتى شنو تطلع على البرنامج كمبتدئ بعدين خلينا نقول نبدي نسميها محاضرات الاحترافيه نبدي نروح على السوالف هاي اكو اشكال ولا اوكي زين بقت الطريقه الرابعه حتى الاربعه حتى تعرفون شنو هاي اللي ما حد يستعملها ليش؟ لانه كنت تطبع هنا ارقام الممبرز اللي انت تريد تسوي لها
البوينتات يعني لا تكون شنو الان بتروح تطلع ارقام الممبرز اني هذا شكو شنو رقمه وتجي تدخل انا تكتب الطبعه ان شاء الله واحد واحد يمكن واحد احسن يجوز مثلا انه بس رقمه شلون تعرفه عمليه مزعجه يعني بصراحه انا ما مستعملها ابد صار يعني يمكن 20 سنه استعمل برنامج ما مستعمل هذه ابد اوكي اذا بصراحه عندنا اهم الاشياء او اللي هن نحتاجهن اللي هو يعني هذه assign to selected اوكي وتو فيو اكو حاله تو فيو نعم اكو بس يجينا مثلا سلاب نسوي سلاب كله نفس السمو كل سلاب او سيلف ويت مثلا كل الممبرز كذا هذه هم نستعملها ده. اوكي هسه بعد انتم صرتوا محترفين بالبروبرتيز روحوا عرفونا كولوم كولوم انا ابغى اشتغل احنا ديفاين اذا كولوم دائري قد قطر الكولوم قلنا بالرسم مو بوينت لا اخذناه اوكي ناخذ دائري دائري يس بوينت 3 بوينت 3 اد ثم اروح اسوي ايضا سايد فيو معين الكولومات بس خل اتاكد انه فعلا معين الكولومات جيد اذا هنا مكتوب اساين تو سيلكتد بيمز جيد الان خل اشيك على نفسي الان هاي ابعاد مال بيمز فعلا دني بيمز وهاي ابعاد مال كولوم فعلا دني كولوم بحيث من أشر كل معلومة يطلع بلونة أم فرونت فيو نفس العملية بالعكس ما مه يأثر مه أي أنتوا على ويندو راح تسوي أسا أوكي أي أبراهيم شوية أكثر فاتت من هذا الرسم أو من البداية أسا أنت تسجيل الفيلم يجيكو بطبق بك على كيفك إن شاء الله مقصف يس اكزاكتلي وفعلا اني شان سوري كان يعني حتى الجيومتري كل الجيومتري كامل كامل اذا كان واحد يقول لي السقف وينه الناس تنطر عليها الدنيا كذا اي صح انا اسف نسيت السقف كل قبل ما اطلب هنا اسوي السقف بس هو كتقديم تاخير ما له علاقه بالرن ما ياثر شباب هذا سؤال مهم الان احنا اصلا الستراكشر مالتنا شوفوا شكله انا صح رسمت خطوط بقى هذا البيم هو خط رسمته بس هو شنو هو هذا البيم بيطول وعرض وهنا المنبع رسمته مثلا هو ايضا خط بينما هو بي خطر وبي كذا فاحنا الخط قد سمك الخط صفر خط صفر حتى النقطه قد بعد النقطه صفر ما كل شيء ماكو اذا لا هو هذا السؤال إذا طالما هي نقطة وخط هذه وين مكانها بالمنشأ الحقيقي؟ شو عند المثلة؟ الجواب كل ربط بالسنتر لاينز. يعني الآن هاي خلوها في بالكم البرنامج ذا يربط الممبرز وين بالسنتر لاين. لهذا سر كلامك مضبوط إنه من نقول يعني بصراحة خلي أرسم حتى يروح بالتسجيلهم بصراحة الآن هذا البيم مالتي. خلي نلتزم باللون حتى يكون الأمور واضحة بالبرنامج هيك دي عامل البيم ويا السلاب ولو مو كلش بالسنتر تبروا بالسنتر اللي خالف مثلا فشلة منكم بس شوي أحسن أوكي شنو هذا معناه البيم وين مربوط سنتر السلاب وكذلك البيم بالكورن سنتر وسنتر زين هذا الكلام حياة العملية ما يتطابق وياها فشنو الجواب الكود يسمح بهذا الكود طبعا بمناسبة بس الكود الجديد هم عسف شوي وقت يعني جزء نطرق بين فترة وفترة سووا تغيير مع 2014 تغيير مهم سموا reorganization of code يعني إعادة تنظيم الكود صار الكود مرتب فصوله على أساس الممبرز
مو على أساس الموضوع مثلا فصل للفلكتشر فصل للشير مثل ما شاء قبل، لا صار فصل للبيم فصل للكولم وسووه كأنه كتاب مال مصمم. يعني مصمم أول ما يصمم شي يصمم بالبناء، يعني يبدي منين يصمم فوق، أول شي يبدي بيمن بسلاب، لهذا أول فصل بسلاب. قبل ما يصمم لازم شي يحسن اللون، اكو فصل اللي قبل الاستاذ مش يصير اللون هيك بالضبط. لهذا قلت لكم قبل شويه انضاف فصل اسمه بيلدينج سيستمز، هذا وين صار بعد كلش لقدام. هاي بس شفت فكره سريعه عن الكود انه صار ثلاثيه بهذا الشكل. زين لهذا الكود بيفت فصل اللي هو التحليل هم لقدام صاير، فبي فرضيات فاحنا راح نسند على هاي الفرضيات. شو يقول فرضيات؟ يقول افترض الممبرز مربوطه بمن بالسعاتر من تشتغل، وافترض ان كل السوشر ماتك مرن. مرن يعني شنو؟ يعني معامل مرونه بي اي مجلس اوف الاسيستي. هذه كل الاشياء اللي نسويها مبنيه وين؟ على الكود. يعني حتى بصراحه ايش اقول هذا الحكي، خاف اليوم احنا واحد يسالنا اذا احنا مصممين مثلا انت شلون تربط بالسعاتر، كلها تفضل أنا أربط بموجب الفقرة 3-4-1 بالأي سي آي كود. آسف. وهذه تصير بصراحة، يعني إحنا يجوز هنا يعني مثل ما قلنا هسه إحنا شغلنا مو كلش. أنا اشتغلت في البناية حق ممولة يعني منحة من الفيلق المهندسين الأمريكي المحكمة الفدرالية مع الحلة، وعرفت بصراحة شنو معنى هذا الكلام، لأن كل شيء هاي منين جبتها؟ من يا فقرة حسبتها، برغم هي بناية طابقة. وحتى بيرنج وول حتى ما بيها لا أعمدة ولا عبارة عن أساس وبيرنج وول طابقين، بس دخلوا بتفاصيل خلوني أرجع أقرأ كل شيء أخليه بالكالكوليشنز حتى منين جبته. لهذا هي أنا دائما أقولها لكل مصمم بصراحة، لازم من يصمم يعني قبل شوية يمكن أو باحة أبو هاشم قال أقول الحس الهندسي والكذا، أرجو أنه في المعادلة التصميمية واحد يخليها ما بيها حس هندسي. ليش؟ لأن لازم شكو الرفرنس مالتها، لأن من يقول أنا من خبرتي معناه هو المسؤول عنها مسؤولية كاملة إذا صار شيء لا سمح الله. لأن طبعاً تبدي المشاكل تصير تبدي من وين تصير problem، يرجعون يشيكون أول خطوة بأي مشكلة هندسية في بناية شو يشيكون؟ تصميم. ما يخلص المصمم إلا بهاي الطريقة، إنه كل رقم خالة based on reference جاي من reference. حتى يعني أحاول أعود هذا اسمحوا لي شوي أطلع عن الموضوع بالطلاب، مثلا من أسوي فتشي أكتب هاي الفقرة بالكود أكتبها أجيب قلم أحمر وياها هاي الفقرة رقم كذا من الكود، ما أجي أدرسهم وأقولهم هاي أني من عندي أنا عشي سنة أصمم شنو من يبقى حلقة من كذا أنا من تجربتي إنه هذا الرقم. لا، أكبر خطأ أن يتعلم المصمم على هاي الطريقة، إن معناها راح يخلي رقبته في خطر طبعا وارواح الناس ايضا. اوكي، فالربط وين يصير؟ انا اشكرك على السؤال بالسناتر، لان هاي الاشياء بصراحه انا انسى اقولها وهي مهمه. اذا قلنا احنا اكو هذا اوتو سيف، انت تقول يعني اوتو سيف ما عندنا مشكله. زين ما سوينا السقف، فاسمحوا لي شويه نرجع نسوي السقف. شلون راح نسوي السقف؟ لاحظوا لي هاي الايقونه اسمها Generate Surface Mesh. هذه Generate Surface Mesh حتى تقعدكم نفس المكان. بمناسبة ترى هذا إني كلهن يعني مثل الأوتوكاد، طلعهن توخرهن تغير مكانهن وترجعهن أماكن من شو اسمه يعني عادي خيارات. هسه ماشي Generate Surface سويت كليك عليها. شنو صار؟ الكيرسر تغير صار شيب شبي صار بي شيب شبي. يلا سعد الابراهيم يا ريت والله يا ريت محمد يلا احنا هذا ولد اوكي. سو واحد راح يسالني يقول لي خوش ما اخذت يعني ضيف بليت اليمنت، وهذا سؤال مهم ان شاء الله بتسوون تبون فكر شنو الفرق، ليش نضيف ماش ما نضيف بليت؟ زين شنو معنى كلمه ماش؟ هو معنى لغوي انا بمعنى اصطلاح ماش
شبه يعني احكي لك كبلاس إلمنت ايش تعني؟ من اقول مش يعني يعني خلينا نقول فاينات بالضبط. خل اجي هذا هسه الان خل ارسم رسم جيل حتى ما اخربه. هاي هي البنايه مالتي. قد رسم سريع بسيط بالشكل. هاي هي البنايه مالتي. انا بدي اسقفها غير بدي اخلي سقف زين. السقف هذا باللون الاخضر. انا اجي هذا هنا انا اجيب لا هسه اقول لك مو شويه شويه حتى ابين. ضفت اليمنت. شو اسم الاليمنت؟ بليت اليمنت. ضفت واحد اليمنت واحد. من اضيف واحد شلون مربوط الان بالستركشر مالتي؟ من كم نقطه؟ اربع فروع فقط في الاركان. اوكي هو سقف حلو وراح يسقف لي المكان بس هو مربوط فقط في الاركان. اجي البنايه الاصليه مالتي هي بالواقع الان من اقول سلاب والسلاب جوا بيمز. كم نقطه مربوط السلاب بالبيم الجوا؟ ما لا نهايه من النقاط. احنا قلنا مونوليثيك وصبه واحده وما ادري شو صار لنا قاعد نسوي دعايه. اذا ما معقوله يكون الربط وين؟ بس بالركن بس بالثقه. اذا هذا التمثيل صح لو غلط؟ خطا. اذا لازم اتحول الى المش. شنو هو المش؟ لاحظوا المش هو مجموعه بليت اليمنتس على شكل مشبك. بقى كل واحد هو شنو؟ هو بليت اليمنت. كل واحد من ذني هو شنو؟ بليت اليمنت. اوكي زين الان كم نقطه مربوط السلاب بالبيم؟ وين يا ذني؟ بعدين لا لا سويت رسمة واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست مربوط من ست نقاط. لا أقصد يعني من صفحة واحدة كوكو ست نقاط. زين واحد راح يجي يسألني ليش هو ما لا نهاية شنو ستة قليل ولا يهمك قابل بفلوس هي صدق كذي فشقد. فهنا السؤال شلون يعني ما هو عدد الاليمنتس اللي نقسم السقف الى حتى نحصل شيء يشبه ما لا نهايه؟ يعني اكيد ما راح نسوي ما لا نهايه. كل ما اكثر بعد احسن. زين خلينا نشوف الان من نكثر الاليمنتس شنو الضريبه اللي ندفعها؟ الران تايم. ممتاز. من نكثر الاليمنتس يعني كثرنا النودز كبره المصفوف. احنا قلنا كل نود 6 ديجري اوف فريدم. اذا الران تايم يزداد. زين انا مثلا اجي سويت الاليمنتس مثلا 1000 اليمنت وبعدين سويت الاليمنتس 100 اليمنت. طبعا الران تايم بالمئة كلش ممتاز بس بالالف كلش كبير. وجيت بعدين شفت النتائج نفس النتائج فرق 0.001 ايش راح اختار؟ 100 طبعا. واني يعني ارجو ان يعني قصدي بهاي الجمله قلنا احنا نقترب من الواقع بالتمثيل بس نقترب بالشيء المطلوب. ان احنا اول وتالي بصراحه يعني اللي مصمم يعرف هاي الشغله. يعني انت من تجي تحسب انت مو هدفك العزم ولا القص ولا هدفك الحديد. بس مثلا بالسقف يسالونه شلون تقول يا بس ليش ما تحسب بالسقف؟ لو ابو النص كل 20 يطلع لك لو ابو المدري منه يعني الكميه مثلا تحكمك مال حديد التسليع. فلهذا الرينج مال الارقام يصبح يوزلس ما له معنى. يعني الدقة من تقول أنا والله خدت العزم 300.0678 كيلو في المتر أصلا أنت 300 و310 و295 أن كلها يطلع أربع شاشة أبو الإنج. تعرفون البلاس ماينس شنو إيش قد؟ هذا يسمون يعني سماحية تولرنس. هذه مهمة أن تفكر بهاي الطريقة. يعني أن تفكر كرجل هندسة مو رجل رياضيات. هذا هو الفرق. فلهذا ايش راح نسوي هنا؟ انا مره سويت مشروع تخرج. مشروع سنه كانوا طلاب يشتغلون جروب انه ياهو احسن مش. ما شغلتهم هاي. يعني بداوا بمش نسميه احنا كورس مش خشن. شلون نسوي؟ اليمنت وحده اربع اليمنتات. بدات بعدين قسم
قسمين قسمين قسم وراحه وبعدين فتشي كل شيء عدد كبير. لقوا ذول الطلاب بصراحة نص متر is the best, is the best for runtime and is the best for accuracy. You will stand in the middle between runtime and accuracy. بين الدقة, الدقة اللي يطلبها شيء. هذا أكرم يتذكر وتذكرون تخمين دراستكم. تذكرون بالتخمين من كنا نخمن الكميات ونحشي على التقريب. أقول لكم بالمثال إذا أحب أستعمله, أقول الميزان عند اللي يبيع طماطة والميزان عند اللي يبيع ذهب. ناسين زين الدقة. ليش هذا الميزان أبو اللي بالطماطة ما يجي أبو الذهب يستعمله؟ لأنه أنت مرات من تهم الأرقام يوزنس تهملها والعكس صحيح. إذا نص متر, خلينا نرجع هسا. إذا إحنا هسا إليمنت واحد ما يخدم, لازم مش ماش يعني ديفرنس اليمنتس او مجموعه اليمنتس. فكم واحد هسه راح نعرف ايش قد. شلون راح نجي نسوي ماش بالسقف؟ نسوي بهالشكل, كليك على كل نود فره كامله كاونتر كلوك وايز. انتبه كاونتر كلوك وايز. وخلي سؤال الان واي هسه راح اقول. كملنا الان سؤال اجانا جتنا نافذة سؤال نغلط لنا للأولى. لا ترجع للأولى, كمل فرع للأولى. يلا 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 شنو السؤال هنا؟ يقول تريد بليت إليمنت بوليجونال كوادريلاترال. أكو نوعين من بليت إليمنت. خلي أرجع للرسم مالتي قبل شوية. بصراحة أني رسمت لكم هذا اسمه كوادريلاترال. كوادريلاترال كذا صح, كوادريلاترال إليمنت رباعي. بمناسبة رباعي يعني مستطيل لو شنو رباعي؟ تفهموا من كلمة رباعي؟ متوازي. متوازي شنو رباعي؟ أربعة. بأربع أضلاع. الساوي أو عفوا. يعني مثلا هذا رباعي, هذا رباعي, كل ذلك رباعيين. حتى أوضح بالضبط يعني مصطلح شنو يعني علاقة بالبرنامج. سمى لي علاقة باللغة أو غير مكان. كوادريلاترال رباعي هيك أيا كانت الأضلاع. النوع الثاني شنو اسمه؟ تريانجولر. عافية. بعد مثلث هم واضح ثلاث أضلاع بي. فلهذا هذا البيت إليمنت ممكن يكون شنو؟ مثلا قسمة نصين. بس هو هذا سؤالك مهم. سؤال من غير جهة. ليش مو كله رباعي؟ ليش مو كله مثلث؟ وشنو الفرق بين الأشكال؟ هذا ضمن الموضوع اسمه finite element. أحسن الأشكال تكون بالfinite element هو الشكل اللي ما بين حياز. شنو؟ ما بين حياز. عفية. المربع is the typical element shape. ما بين حياز. لما نقول مستطيل, شوفوا الشأن المستطيل. شوفوا المستطيل الشأني. بقى هذا element مستطيل. شوي أبالغ. كنا نفسيا إيش راح نحس؟ النتائج بهالاتجاه أدق من النتائج بالاتجاه الطويل. ليش؟ لأن المش راح يطلع ناعم فاين مش بالاتجاه القصير, بينما بالاتجاه الطويل كورس مش. إذا شوفوا سم كلمة مش لازم وياها خشن وناعم. وإحنا قلنا ستيبيكال شنو؟ 0.5 متر ومربع. إذا الشكل التيبيكال مربع نص بنص متر. اتفقنا؟ زين. هذا على نتائج مال مشروع التخرج مال الطلاب ذولا. زين. هسا نجي. تعال ليش خال يعني أشكال رباعية عامة وأشكال كذا؟ خوش. هذا سؤال مهم. لو كان شكل السقف هو بالأصل السقف مثلث. هنا سؤال. نقدر نقسم السقف المثلث إلى أشكال رباعية؟ لا. ما نقدر. يجوز نبدأ بالنص. بس بنروح لأطراف. لازم يكون مثلثات. اوكي السقف مو مثلث, السقف خماسي, مو اللي اكثر من الخماسي. نقدر نقسمه الى رباعيات, هم راح نروح من الاطراف. اذا الرباعي الاليمنت الرباعي البليت اليمنت الرباعي يرهم فقط بالسلاب او الوول او شنو عندك بالمشروع مالتك اللي شكله رباعي. اي شكل اخر
مثلث نزولا او خماسي صعودا شنو لازم انت مجبور زين هو محمد شكت تقرأ افكاري لو شايف الفيلم اوكي اذا سيركولر اللي هو احنا شبكون قلنا سيركولر شو قسمنا الى يسموه هذا بالانجليزي ستيب وايز لينير يعني الخط المتكسر ستيب وايز لينير زين هذا بعد هذا حكم شو يصير مثلث إذا مات مثلث وضع صير ناعم كمان بعد ناعم أكثر أوكي إذا هسا نجي هاي خلاصة سريعة راح نتوسع بها بعدين إنما نأخذ أشكال مختلفة هسا الآن نختار هسا الآن إحنا بخيارنا بكيفنا فمثلث أو كذا أنا راح أجرب الثنين ما عندي خوف راح أخذ هذا إيش طلع قسم إلى مثلث اوكي اندو اكرم بس الدرب الثاني الحراوي يكون مربع رباعيات هلا حتى استعمل اسلوب شويه اعمل المربعات رباعيات ابلاي هذا شكل ذاك شكل هسه انا حكيت انه كل ما انعم اداق يمكن اكثركم راح يميل علما لولاني إيه كان راح تندمونها؟ ينتهي بس ماكو ضريبة أصلاً ما أرضح تفتح شيء بس أكو شيء إيش كذا يسمى؟ ليش ما يطلع؟ ليش؟ لا عيد والله هذا هو المهم. كم تبلغ وايز كمان؟ عفواً أسألجي من هذا. هو يعني مونتينا ورجع قبل هو بس مجيء من مكتبه رأسن رأسن صار هو شيء سوى ربما من روبرتي بس أنا صراحة صار هل ليش لا بس
صار مشاكل عندكم بالخطوه شوي بدنا نعالجها، سنرجع نحاول حتى نكمل الكلام حول التمثيل الاسلامي. اي والكلوك وايز هو كله راح احكيها هسه. اي هسه جايها، بس خلي شنو الان انه العمليه هسه احنا سوينا، اكو عندنا خيارين مثلث ومستطيل. اريد الان نقارن شنو الفرق بين المثلث والمستطيل. طبعا المثلث انا نصيحه لكم، راح اقول لكم ليش طبعا لازم اكون برا، ما احكي رايي الشخصي ابدا. المثلث تمثيل زين دقيق، راح يصير هواي عدده، بس شنو مشكلته؟ مشكلته راح اقولها احسن شيء بان اخذها كمثال. شوفوا الصراحه اسوي مثلث وراح شوف الضريبه مالته. هذا الان تمثيل مثلث، بس خلينا نقول احنا لا على التعيين شلون بدنا نسوي، بدنا نسوي كليك احسن، بس راح احكي لكم. هذا الان سلاب مثلث، رحت اشتغلت هسه ما شيك الدفلكشن عندك، بس ان شاء الله نحكيها انه الدفلكشن ما يشيك، شو تسوي؟ راح تفكر مجموعه خيارات، زود ابعاد السلاب، زود ابعاد البيم، زود ابعاد اثنيناتهم، او اكو خيار انا ما استعمله انه مثلا اخلي بيم بالنص هنا شوي حتى ماكو اقوي. هاي استعملتها في مقعد الحر رضوان الله عليه بكربله، كان سبان 12 متر، سويت بيم بالنص، ما يريدون يخلون كولوم باع كبيره وكذا يكون بهذا الشكل بوابه مال المرقد. هسه الان انا بدي اضيف بيم، اقدر اضيف بيم؟ خل ابوها من فوق. هذا شلون راح اضيفه؟ يجي منا يطلع هيك شيء. ما تقدر تتبعه. ما تقدر تتبعه. بينما شوفوا اللقطه القديمه، راح ارجع هسه اسوي كوادرلاترال اليمنتس. ليش كاونتر؟ وانا هسه بخلص هاي واروح لهي النقطه. شوف هسه الان هذا، حتى احنا بعد الارقام ما حكينا هسه ان شاء الله احكي، بس خلينا هسه اريد اضيف بيم هنا، اقدر لو ما اقدر؟ اقدر، لانه شنو؟ اقدر اضيف بين هاي النقطه والنقطه واحده واحده، هسه ان شاء الله ما اتعلم شلون اسويها اضيف لي بيم. فبصراحه هذه الفاضه هو الفرق بين الاشكال الرباعيه. انا شخصيا احب دائما رباع قدر الامكان رباعي، لهذا تشوف دائما اروح ايمن على الرباعي، حتى تقدر شنو؟ اربط منبر شيء. مثلث لا، معناها ازعاج يعني بصراحه، الا انا محكوم مثل ما قلنا كير، هاي البنايه مثلا مدوره او كذا. زين نرجع نجاوب على شغل كير. هو هو ربط راسا بدون ما ادور بزر. اي بالضبط بدون اي لا شوف، هو قسم هاي ملاحظه يقول استاذ اكرم، الاستاذ 3 والبرول بالبدايه شنو شنو نسوي؟ كنا لازم البيم نقسمه قبل ما نجي نربطه ويا سلاب، يسموه سبلتنج بيم، سبلتنج منبر، نجي نقسمه يكون نفس العدد، فكنا نعلم نقول هيك قسم نفس العدد بحيث حتى يجي نقطه قبال نقطه يربطه. هاي قام هو يسويها تلقائيا البرنامج، يعني طوروها، شفنا كيفنا ما صارت هذه، كانت عملية شوية مزعجة، وتجي وحدة قبال اللخ مرات وشي. زين يبقى هنا أكو سؤالين مهمات، نجي للسؤال الأول. أنا راح أحكي عن الرباعي وأترك المثلث للجزء الاحترافي من الدورة،
الآن أني ربطت counter clockwise هذا السؤال الثاني. لكن السؤال الأول اللي أرد أجاوبه، هاي النافذة اللي قاعد أنا أطفر عليها رأسنا بسرعة أرد أحكي عليها، شنو هي هاي النافذة؟ بالضبط، هي تعرف لي المش إيش قد راح أقسم كم واحد. زين شوفوا هناش مكتوب A B B C C D D L، شو ذني؟ ذني الأضلاع على عليهم كلوكوايز، وذني شنو أطوالهم؟ ستة 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 ستة، فلاني ستة ستة ستة. أو في الكوردر أو في روح على النص. شوف عش أطوال أضلاع لين. أوكي. شو بعد البرنامج؟ لما عندي الآي ديفيجنز يعني الضلع أي بي اللي طوله ستة أمتار. كم تقسيمة تقسمة؟ هو تكون 11. أنا إيش قلنا؟ كم واحد يعني؟ لهذا أنا صارت قاعدة مخزونة بدماغي دائما أقرأ الرقم وأضرب فيه شنو؟ فيه. أعيد شباب محمد انتبهوا لي إنه إحنا هنا الآن هاي أطوال الأضلاع اللي مشينا عليها clockwise واحد ورا الآخر. زين الآن السؤال هاي divisions الستة يقسمها عشر أقسام واللخة هم ستة عشر أقسام لو إيش قد يقسمها؟ الجواب إحنا قلنا أحسن ده هذا مو إلزامي ولا كود، أنا قلت لكم مشروع طلاب جزرهم وقرروا وإيش مدريني. زين قالوا أحسن بعد جد نص متر، يعني الستة متر كان شو كم إلمنت لازم؟ 12. فلهذا 12 كل ضلع 12 بالضبط. أوكي أبلاي صار هسه كل واحد نص متر، بس أنا شاك شنو شاك؟ شاك إنه كل واحد نص متر أردقيس نتعلم بشي المناسبة وإحنا ما شفت أردقيس المسافة بين نقطتين شو صدق نص متر لو كذب لو خف تقريب لو كذا شو أنا قيس مسافة؟ أروح إلى هاي الأيقونة هي اسمها Display Node-to-Node Distance فوق هي شكلها مثل دايمنشن حمراء أبو رحيم بس بعدك ضايع لو موجود هو لا دايمنشن ذاك بغير شيء خل على هذه هاي شنو تقيس بين نقطتين بس شوف قد طلعت المسافة نص أكو نوع ثاني هذا بصفه اسمه دايمنشن يعطيهم كلهم شوف هاي المشكلة ديسبلاي يعني اضيع حواس الصين أي دائما شوف أفضل نود تو نود أقيس شغلة معينة حتى أفهم أوكي إذا طريقتين لقياس الأبعاد أعيد بشكل سريع الأولى إظهار الأبعاد للكل فبيها أمرين display و remove فمن تقول remove تروح الأبعاد من تقول display يعرض الأبعاد وهكذا هاي منا من هاي السهم الأسود دايمش الطريقة الثانية إنه أجي هذه أقيس مسافة بين two nodes أي two nodes يطلع للدايمش شو أنا أوخرها بصفقة أكو أيقونة تشبهينها بس مضروبة كروس remove أنا بعد الأبعاد مو خلا وخرها ريموف أقول له. نقدر نجر الأبعاد برا الشكل. بس يكون نود لازم. هو النود داخل بس لا مثلاً نجر خطاني الأبعاد لأنه ما لقيت بشيء ما. لا لا أنا وجهي رسمها كذي. تدق تقرأها بس ما تيجي يعني تطبع تقرأها وتمسحها بس. إيه ما يخليه سو خليه زين. السؤال الثاني معبالكم هسه زين اللي هو ليش كاونتر كلوك وايز اوكي زين الان هسه من فرق يعني بصراحه احنا كل شيء مهم بصراحه ما حكينا عليه الان جت مناسبته وهو التحداثيات او الكوردينيتس او الاكسس اكو كم نوع من الاكسس هسه هناكو جوا قاعد يشوفون هذه مربع هاي اكسس اوكي هاي الاكسس ليش خلينا جوا؟ لأن اسمها global access. شو معنى global access؟ يعني هذه هي المحاور لكل structure.
لهذا هذا البيت إليمنت هاي الواي مالته وهاي الاكس مالته وهاي الزد مالته كل نقطة بالضبط. هاي طريقة اسمها global access. اكو نوع ثاني هم نحتاجه يسموه local access اللي هو access مال كل ممبر. شنون مثلا لاحظوا اروح الى هاي الايقونة اسمها symbols and labels وهاي الايقونة طبعا راح تشوفون راح نروح لها عشرات مئات المرات لان بيها كومة اوامر symbols and labels. كليك عليها فتحت نافذة كبيرة مليانة اشكال اوكي ماشي انتو استمروا وياي راحت الكهرباء بالنسبة لنا احنا راح نستمر اختاروا اذا بلتحوا عليكم اكو plate orientation اول عمود من هذا قبل الاخير plate مربع مكتوب plate orientation شفتوا تي كابتل سووا تك عليها ودوسوا اوكي كليك اوكي ما طلع لا لا كليك يعني هو على هذا اوكي بس اوكي انتر تريد حتختفي النافذة اوكي موافق اكو موافق عربي هو شنو صدق عربي ايه طبعا عندي هم الشعب كلش قليل ايه مثل شنو الشعب انطفل على ساعة يروح التزيد كله يروح على اي حال بس شباب لانه شوية شحن عندي 13% بقى كلش قليل ولازم اسيف التسجيل لانه يروح بعدين تسجيل اذا طفت الحاسبه او حدث اسيف انا التسجيل نسوي جديد اخر يعني حتى يكون حلقه واحده كامله خلينا نقول هسه بس احكي حتى اكملها هو راح اسيف ان شاء الله هسه تشوفون هاي الاحداثيات الحمر الصغار هذه لوكال كوردينيت اسمها يعني مع كل بليت اليمنت لوكال كوردينيت لو تزومون عليها يعني مع الاسف ما اقدر اراويكم الزوم عليها اي لو تزومون شو راح تشوفون الواي زد العمودي صاعد لي فوق ولا نازل لي جوا لي فوق موجب اها فلي فوق موجب لان سويناه كاونتر كلوك وايز لو سويناه كلوك وايز كان صار زد لوين نازل لي جوا هذا هو الفرق هسه الفرق شنو تاثيره راح يجينا بعدين احكيكم عليه باللود ومدري شنو والكذا بس هو انتم طبيعيا شو تقولون الشيء التلقائي اللي احنا يعني الموجب لي فوكس عدوا الموجب ينزل لي جوا عافيه كنا متعودين شنو انا شنو انا اعبر عنها دائما بالدورات السابقه اقول البليته لها وجي ولها قفه لها ظهر فاحنا من نقول كاونتر كلوك وايز راح يصير وجهها لي فوق وظهرها لي جوا هذا الشيء الطبيعي اذا سوينا كلوك وايز يصير البليته بالعكس وقلنا هاي تأثيرها إن شاء الله راح نحكي عليه مستقبلا أنا مضطر أسوي حكا توقف هنا لحتى التسجيل يبقى مخزون فخليني أول شيء أحذف بس والكليك مع البيت يعني طفي بالضبط أرجع طفي روح